أهلا بكم إلى نشرة سوريا اليوم وفي عناوينها: إعلان مدينة إزرع بريف درعا والأوتوستراد الدولي مناطق عسكرية، إعلام النظام يتحدث عن دخول مدينة الشيخ مسكين، الهيئة العليا للمعارضة تعد الأحد لائحة أولية بأسماء المرشحين للمشاركة في الوفدين التفاوضي والاستشاري، المرصد السوري يوثق مقتل 1300 مدني سوري في الغارات الروسية منذ نهاية أيلول الماضي. أعلنت غرفة عمليات إزرع بريف درعا المدينة والأوتوستراد الدولي مناطق عسكرية في وقت شن طيران الأسد غارات مكثفة على مواقع في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالي بالتزامن مع أنباء لأعلام النظام عن دخول المدينة. غارات جوية مكثفة شنتها مقاتلات الأسد الحربية على مدينة شيخ مسكين بريف درعا الشمالي منذ ساعات الصباح الأولى لاستعادة السيطرة على المناطق التي حررتها المعارضة الثلاثاء، في حين تتواصل معارك الكر والفر بين الثوار وكتائب الأسد داخل اللواء 82 الواقع شمالي مدينة الشيخ مسكين بالتزامن مع اشتباكات مماثلة بين الطرفين على المحور الشرقي والشمالي من المدينة وسط قصف مدفعي متبادل. وفي وقت سابق أعلنت جبهة النصرة عن توجه قوة كبيرة من مقاتليها إلى مدينة شيخ مسكين لصد الميليشيات الشيعية، حيث نشرت صورا للأرتال التي قالت إنها توجهت إلى محيط المدينة. إلى ذلك أعلنت غرفة عمليات مدينة إزرع الخاضعة لسيطرة النظام بريف درعا الأوسط المدينة والأوتوستراد الدولي دمشق درعا مناطق عسكرية، حيث نشر المكتب الإعلامي للغرفة بيانا على صفحة الفيسبوك أعلن فيه أنه سيتم قصف أماكن تجمع وتمركز قوات النظام السوري داخل المدينة بالأسلحة الثقيلة. من جهة أخرى أشار ناشطون إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين جيش الإسلام التابع للمعارضة وقوات النظام في منطقة المرج بالغوطة الشرقية، وأفاد المرصد السوري بتحقيق قوات النظام تقدما في المنطقة، هذا وتعرضت مناطق في قرية دير قانون بوادي بردة لقصف من قبل كتائب الأسد أدى إلى سقوط جرحى، وترافق مع إطلاق شبيحة النظام نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في بساتين بلدة الكسوة بالغوطة الغربية. وفي مدينة أعزاز الحدودية مع تركيا انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من حاجز عسكري مشترك يتبع لحركة أحرار الشام الإسلامية والجبهة الشامية في المدينة على طريق قرية كفر كلبين في الريف الشمالي، ولم يبلغ عن وقوع ضحايا. اعتقل النظام المعارضين أحمد العسيراوي ومنير البطار أثناء توجههما إلى الرياض لحضور اجتماعات المعارضة يوم الأحد المقبل، والذي تخصصه الهيئة العليا التفاوضية لإقرار اللائحة النهائية للوفد التفاوضي. وأعدت الهيئة لائحة أولية بأسماء المرشحين للمشاركة في الوفد التفاوضي والوفد الاستشاري، بما يناقض تصريحات الخارجية الروسية عن أن المعارضة لم تتفق بعد على تشكيل وفدها للمفاوضات. هذا وكان رئيس الهيئة رياض حجاب بعث برسالة إلى مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي مستورا أبلغه فيها بملاحظاته على المفاوضات المقررة نهاية الشهر المقبل على أن تناقش في لقاء يجمع أعضاء الهيئة إلى دي مستورا في الرياض. ندد المرصد السوري لحقوق الإنسان بالغارات الروسية التي أدت إلى مقتل أكثر من 2300 مدني سوري منذ نهاية أيلول الماضي. من جهتها أكدت الخارجية الأمريكية أن الغارات الروسية تسببت بنزوح أكثر من 130 ألف مدني وسقوط عدد كبير من الجرحى والقتلى. وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 2371 مدنيا من جراء آلاف الغارات الجوية الروسية التي استهدفت غالبية المحافظات السورية، فمنذ 30 من أيلول الفائت وحتى اليوم. أدان المرصد في بيان استمرار الطائرات الحربية الروسية في استهداف المدنيين السوريين بذريعة استهدافها لمقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في مناطق خالية من عناصر التنظيم، محملا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة المسؤولية الأخلاقية عن الجرائم اليومية التي ارتكبت ولا تزال ترتكب في حق أبناء الشعب السوري. من جهته أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر أن الغارات الروسية على سوريا تسببت بنزوح أكثر من 130 ألف شخص وسقوط عدد كبير من الجرحى والقتلى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير المدارس والمستشفيات والأسواق، وهو ما يثير توتر واشنطن ويعرقل وصول المساعدات الإنسانية. بدورها اعتبرت هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية
المحتملة للرئاسة الأمريكية إن عنف تنظيم داعش الإرهابي ضد المسيحيين والأقلية اليزيدية العراقية والأقليات الدينية الأخرى في الشرق الأوسط اعتبرتها إبادة جماعية. إلى ذلك ذكرت مصادر إعلامية تركية أن الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة على الحدود مع سوريا ورفع حالة التأهب بعد التقدم الأخير لميليشيات وحدات الحماية الكردية على حساب تنظيم داعش في محافظة حلب. وفيما يتعلق بأزمة اللاجئين، أعلن الأردن رفضه تعديل المعايير الأمنية لاستقبال اللاجئين السوريين في وقت دعا وزير الداخلية الفرنسية برنار كازنوف دول الاتحاد الأوروبي إلى شن حملة لرصد جوازات السفر السورية المزورة التي يستخدمها أشخاص يحاولون الدخول إلى أوروبا ولا سيما في اليونان وإيطاليا. تتابعونا في نشرة سوريا اليوم بعد الفاصل. تحرير مدينة الموصل من داعش يحتاج مساعدة من قوات البشمركة. أهلا بكم من جديد. أكد وزير المال العراقي هوشيار زيباري أن تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش يحتاج لمساعدة من قوات البشمركة الكردية، في حين حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن أكثر من 2 مليون نازح في المناطق المعزولة بالعراق باتوا مهددين بانعدام الأمن الغذائي وخطر الأمراض المعدية. بعد ساعات على رفع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي العلم العراقي في الرمادي، بدأت القوات العراقية استعداداتها لتحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. ولكن وزير المالية العراقي هوشيار زيباري قال أن الجيش سيحتاج إلى مساعدة قوات البشمركة الكردية لاسترداد الموصل التي تبعد 400 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة العراقية بغداد، وهي أكبر المدن الخاضعة لسيطرة داعش. وتوقع زيباري أن يكون الهجوم على الموصل في غاية الصعوبة بما أنها مركز لجماعات دينية وعرقية متنافسة، وبالتالي فإن معركة تحريرها تحتاج إلى تخطيط جيد واستعدادات والتزام من كل الأطراف الرئيسية. تزامنا قال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش ستيف وارن إن غارات التحالف قتلت على مدى الشهر المنصرم 10 من زعماء التنظيم، بينهم أفراد على صلة بهجمات باريس، موضحا أن أثر الغارات الجوية يمكن رؤيته في النجاحات التي تحققت أخيرا ضد التنظيم في ميدان المعركة. وأوضح وارن أن لائحة القتلى تضم عبد القادر حكيم الذي كان يتولى تسهيل العمليات الخارجية للتنظيم وارتبط بالشبكة التي نفذت هجمات باريس، إضافة إلى شرف المؤذن وهو عضو بارز بتنظيم داعش في سوريا وعلى صلة مباشرة بعبد الحميد أبو عود العقل المدبر لهجمات باريس وهو كان يخطط لهجمات أخرى ضد الغرب. إنسانيا، حذر الصليب الأحمر الدولي من أن أكثر من 2 مليون نازح في المناطق المعزولة بالعراق باتوا مهددين بانعدام الأمن الغذائي وخطر الأمراض المعدية، علما أن استمرار الأزمة والعمليات العسكرية في العراق لم يمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تقديم المساعدات للنازحين في مخيماتهم، ومنها مخيم عملية الفلوجة في محافظة الأنبار. جولة على أبرز ما تداولته الصحف العربية في شأن سوريا، نتابعها في التقرير الآتي. يرصد غازي دحمان في صحيفة الحياة الاستراتيجية الروسية الجديدة التي تستبق مفاوضات دعا إليها مجلس الأمن بالقرار 2245 بين الأطراف المتصارعة في سوريا، وهي تعتمد على الاستمرار في ضرب جميع الفصائل المعارضة من حيث البنية التحتية والهياكل والأطر العسكرية، بالإضافة إلى قطع طرق الإمداد إما بالنار كما يحصل في المنافذ التركية وإما بالتسويات والتفاهم مثل الوضع على الجبهة الجنوبية مع الأردن. ويدرس الكاتب إخراج داعش من جنوب دمشق في إطار هذه الاستراتيجية، ولكن بغرض توظيفها سياسيا لصالح رواية روسيا والنظام عن الثورة، وبالتالي دفع المجتمع الدولي إلى البحث عن مقاربات جديدة بما فيها خيار الإبقاء على الأسد في السلطة، ولكن بوصفه مدافعا ضد الإرهاب. ويرى دحمان أن الأمر يرتب على المعارضة والدول الداعمة لها مواجهة الوجود الروسي بطرق أكثر عملانية سياسيا وميدانيا. تعدد منى فياض في صحيفة العرب اللندنية دور الغرب في إنتاج داعش، بخاصة ذريعة محاربة الإرهاب القاعدي الذي اتهم به صدام حسين وتسبب بغزو العراق وتفكيك جيشه والعمل على تطييفه بمساعدة إيران كي يسلم إليها لقمة سائغة، ثم اضطهاد السنة برعاية إيرانية ما أجج الصراع المذهبي وذهب بالعراق نحو التفتت، وهذا ما أوجد القاعدة حقيقة وابنها داعش. وتضيف الكاتب
كتب أن الرئيس الأمريكي تفرج على القمع الدموي للثورة السورية السلمية وحرب الإبادة على الشعب السوري بمساعدة إيران، ما عسكر الثورة وحولها إلى أرض خصبة للإرهاب. وردا على سؤال عن الغاية من هذه السياسات، تجيب فياض: فتح أسواق إيران الخام أمام الغرب، وبدل العمل على حماية الدول العربية الحليفة له يبتزها لتصرف ملياراتها على شراء السلاح. وتؤكد أن تدمير سوريا والعراق سوف يؤدي إلى استنزاف مقدرات هاتين الدولتين لسنوات طويلة قادمة، وسوف تحتاجان إلى الغرب لإعادة إعمارهما. تتابعون في نشرة سوريا اليوم بعد الفاصل: مفوضية اللاجئين، 1,000,000 مهاجر وصلوا إلى أوروبا بحرا في العام 2015. أهلا بكم من جديد إلى نشرة سوريا اليوم. الأمال بالعودة إلى سوريا هي ما يجمع عليه اللاجئون في مخيمات محافظة المفرق في الأردن قبيل ساعات من اختتام السنة، في وقت يحاول ناشطون زرع ألوان الفرح على خيم ومساكن اللاجئين في الزعتر لتعريف أقسامه بألوان معينة. الساعات القليلة الفاصلة عن السنة الجديدة لا تعني للاجئين السوريين القاطنين في مخيمات محافظة المفرق الأردنية سوى أحلام وأمنيات مبعثها الألم وعمق جرح الوطن، وتنحصر بأمل العودة إلى الديار، مجسدين بذلك قول الشاعر: بلادي وإن جارت علي عزيزة. السوريون في محافظة المفرق الحدودية يشكلون 90% من عدد سكانها، نظرا لقربها من سوريا وللتشابه في العادات والتقاليد. أم محمد لا تفارقها عبارة الله يفرجها. والله أهلي كلهم هون يعني. طيب شو بتتمني بالسنة الجديدة؟ أمن أنه النهار ترجع بلدنا، هذا اللي أمنه أنا. نعم نعم. حورية فرج، اللاجئة من حمص، تتمنى أشياء كثيرة، لكن العودة مع أولادها الثلاثة إلى بيتها في سوريا هي الأولوية. كذلك حال صفاء عيوش أم طلال التي تستشرف الأمل بالعودة من نافذة كرفانها رغم إصابتها برصاصة في قدمها اليمنى وابنها بأخرى في ظهره. أتمنى أرجع لبلدي يا خي، ما أتمنى يضل هنا، أرجع لبلدي والله ما منحكي. إذا يعني هدت الحالي إن شاء الله ما عاد في شيء، ها ضربني رصاصة وبدعي، والله بدعي له، إيه والله، وابني بظهره، ابني بظهره بس ما طلعوا لي إياها، والله العظيم لسعته بظهره، لابني طلع، بس أنا شاروا لي إياها وعملوا لي عملية، لهلا توجعني إجري، وبقول الله لا يوفقه، الله لا يوفقه، والله. مخيم الزعتر للاجئين السوريين لا تختلف ظروف قاطنيه وأمانيهم عن أترابهم في المفرق، سوى بمفارقة وحيدة شكلها فنانون سوريون مع متطوعين نشروا ما يسر النفوس من رسوم وألوان على أقمشة الخيم وجدرانها، وأسلحتهم أواني الطلاء والفراشي وأفكار اللوحات الجدارية ومشاهد الطبيعة. الناشطون أرادوا من مشروعهم تعريف كل قسم في المخيم بألوان معينة، فالأخضر يشير إلى المواقع المتعلقة بالصحة، واللون البني ولون العسل يظهر التراث. بالنسبة للغاية من العمل، الغاية منه هو تمييز القطاعات بالمخيم بألوان معينة، مثلا اللون الأخضر مثلا رمزنا له بالصحة ومواضيع عن الصحة اجت، اللون البني او البني الغامق والعسلي عن الآثار، عن الآثار وغيره، وجيتنا قطعت باللون الأزرق كان راح نرسم بحور. بالنسبة لعدنان خليفة أحد قاطني مخيم الزعتري، الامتنان للعمل الذي تم القيام به هنا هو ما يحفزه. والله شغل ممتاز مقبول يعني ماشي الحال، أحسن تغيير لون، تغيير طبيعة، تغيير الأولاد يعني يتفرجوا أحسن، ما كان اللون كله أبيض ويعني يأثر على النظر ويأثر على اتجاه واحد، الولد يطلع ما يشوف إلا لون واحد يعني، خاصة الولد الصغار يعني. بينما بالوقت الحالي يعني ماشي الحال، لما يطلع يعرف صوره شو هاي، يسال عنها، يتاكد، يتعرف على كل. نحن نشكرهم، مشكورين يعني، ماشي الحال وشغله مقبوله وكثر خيرها. الكثافه في مخيم الزعتري كما في مخيمات المفرق تؤكد بقاء اللاجئين على حدود سوريا املا بعوده سريعه لحظه وقف صدى المدافع. أعلنت المفوضيه العليا لشؤون اللاجئين في الامم المتحده ان اكثر من 1,000,000 لاجئ ومهاجر وصلوا إلى أوروبا بحرا منذ بداية السنة وحتى 30 من كانون الأول.
وثائق السفر أمل اللاجئين السوريين بمستقبل أفضل، فمع إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن إصدار 900 وثيقة سفر للاجئين السوريين الذين فروا من الحرب في بلادهم، يتبين أن غالبية اللاجئين يواجهون معاناة من نوع آخر في البلدان التي قصدوها بدون وثائق تعريفية. من جانب آخر، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من مليون لاجئ ومهاجر وصلوا إلى أوروبا بحرا منذ بداية عام 2015، حيث دخل 80% منهم عبر اليونان وأغلبهم من جزيرة لابسس، ووصل 844 ألف منهم من تركيا، أما البقية فقد عبروا البحر الأبيض المتوسط من ليبيا ثم إيطاليا. وتعد أزمة المهاجرين هذه هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث ارتفع عدد المهاجرين الذين يعبرون البحر منذ العام 2014 عندما كان عددهم لا يتجاوز 216 ألف شخص. كما جاء في موقع مفوضية الأمم المتحدة على الإنترنت أن عددا متزايدا من المهاجرين يجازفون بحياتهم على قوارب مهترئة للوصول إلى أوروبا، ويضيف الموقع أن غالبية اللاجئين يغامرون بحياتهم لأنهم بحاجة إلى حماية دولية أو هاربون من الحرب والعنف والقمع في بلادهم. هذا ويمثل السوريون 50% من الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط، أما نسبة 21% فتأتي من أفغانستان بحسب المفوضية. أما عدد الضحايا الذين غرقوا أو فقدوا فهو 3735 شخصا. والآن تذكير بعناوين النشرة: إعلان مدينة إزرع بريف درعا والأوتوستراد الدولي مناطق عسكرية، إعلام النظام يتحدث عن دخول مدينة الشيخ مسكين، الهيئة العليا للمعارضة تعد الأحد لائحة أولية بأسماء المرشحين للمشاركة في الوفدين التفاوضي والاستشاري، المرصد السوري يوثق مقتل 1300 مدني سوري في الغارات الروسية منذ نهاية أيلول الماضي. هذا كل شيء في نشرة سوريا اليوم. إلى اللقاء.